السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله. في ماذا أستطيع مساعدتي؟ خطط للذهاب إلى جزيرة رينداج. طيب، نحن نقدم هذه الخدمة. كم تكلفة الجولة في الجزيرة؟ تكلفة السياحة 200 رينجيت فقط لكل واحد. السعر مأكل جدا. بالطبع، لأن هناك تخفيض في الوقت الحالي. كم يوما هذه الخدمة؟ هذه الخدمة لمدة يومين، ولكنها لا تشمل الطعام والشراب. هل لي أن أعرف تكلفة تضمن الطعام والشراب؟ ما عليك سوى إضافة 50 رينجيت. أو إنه من هذا القبيل. هل هناك أي أنشطة ممتعة يجب أن أجربها؟ تشمل خدمة التي نقدمها أنشطة الغوصان. يا سلام، أنا أحب الغوصان. إذا كان الأمر كذلك، يجب أن تجربي هذا النشاط. بالطبع، هذا يمكن أن يضيف إلى تجربتي. متى تريدين الذهاب؟ أريد أن أذهب إلى هناك في عطلة المدرسية. كم شخص تريد الذهاب؟ أريد الذهاب مع صديقتي. حسناً، سأعتني به. هل يمكنني الحصول على الدليل؟ بالطبع، هذا الدليل. شكرا لك على المساعدة. عفوا يا سيدتي. مع السلامة. إلى اللقاء.